السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد بخاري من قناة بروج العقارية. في هذا الفيديو راح نستعرض لكم أرض ممتازة جدا في منطقة يعني تعتبر مميزة جدا لقربها عن البحر. طبعا الأرض اللي راح نتكلم عنه في منطقة أكشابات بجانب فندق تيليا. طبعا فندق تيليا معروف جدا، عبارة عن فندق 4 نجوم. الأرض بجوارها مباشرة، تبعد عن البحر 130 متر فقط. طبعا الأرض مقسمة قسمين وفيها صكين اللي هي وثيقة ملكية 2. مساحة الأرض الأولى 370 متر، مساحة الأرض الثانية 330 متر، يطلع الإجمالي 700 متر مربع. طبعا الميزة فيها إنها ماخذة زاوية، يعني في شارع يعدي من خلفها وأيضا شارع يعدي من الجوانب، فبالتالي الموقع جدا مميز. طبعا المسموح بالبناء في قطعة الأرض هذه 30% من مساحة الأرض، فبالتالي بتطلع فيها 3 أدوار على مساحة 30%. راح نوريكم الآن نموذج لفيلا مجاورة للأرض تبعنا، نقدر نبني نفس الفيلا ونفس التفاصيل. يعني مساحة الأرض اللي بجانبنا اللي مبنيها فيها الفيلا أصغر من مساحة الأرض تبعنا، يعني الفيلا اللي راح نبنيها تكون مساحتها أكبر بقليل من الفيلا المجاورة لنا، وتكون إطلالاتها مباشرة على البحر والأرض في منطقة مميزة. أترككم الآن مع الفيديو تفصيلي للأرض تشوفوها على أرض الواقع. في نهاية الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على اليوتيوب لمشاهدة المشاريع كاملة، وأيضا التفاصيل والأسعار موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.